اليوم نضمنا هذا اللقاء باش نعرضوا فيه نتائج ديال واحد الدراسة اللي قمنا بها واللي تتهم الآثار ديال جائحة كورونا على النساء المعنفات بجهة مراكش آسفي. دونك كان العرض ديال الدراسة من طرف الخبير اللي قام بها جمعية ناخيل، وكانت أيضا قراءة نقدية لهذه الدراسة اللي قام بها الأستاذ بن طلحة، وكان حضور ديال سي حسن السويدي اللي هو رئيس اللجنة الجهوية لمناهضة العنف التابع للمحكمة الاستماع في مراكش، وكان حضور ديال مقاطعة المنارة لأنها فتحات مراكز استماع بالمقاطعة، وكان حضور أيضا ديال المجتمع المدني ومجموعة ديال الأكاديميين ووسائل الإعلام. إذا النقاش كان حول هاد أساسا حول هذه الدراسة وحول يعني العنف ضد النساء بشكل عام، واستخلصنا انه خص كل المتدخلين يغيروا طريقه الاشتغال ديالهم في هذا المجال ديال تقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف، وانهم يبدعوا في ايجاد وسائل جديده باش يقدروا يوصلوا لهاد النساء اللي تيكونوا في مناطق نائيه، والنساء اللي كانوا ايضا يبان يعني هاد الجائحه ديال كورونا كان ما عندهم استطاعه باش يولجوا للشرطه ولا يولجوا للقضاء ولا للجمعيات والمراكز الاستماع. دونك غادي تكون غادي تكون يعني الابداع في اخراج طرق جديده للشغل مع النساء ضحايا العنف، وايضا ندوه برهنات على اهميه التنسيق ما بين كل المتدخلين ومنهم الجامعه والمحكمه والمجتمع المدني، وايضا كيف نشتغلوا على التربيه، لان لا يكفي اننا ننهضوا العنف واننا نحاربه، ولكن خصنا نربيوا الاجيال الاتيه على ثقافه المساواه بين الجنسين، مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، وعلى بناء واحد الدولة ديال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. شكرا. يأتي هذا اللقاء العلم المبارك الذي يحمل عنوان دور المؤسسات في ضمان حماية لنساء المعنفات. طبعا كان هذا اللقاء مناسبة لتعميق الحوار وتبسيط الرأي فيما يخص دور الدولة خاصة في مرحلة جائحة كورونا لتسهيل ولوج النساء المعنفات إلى القضاء ودراسة الحالات بشكل سريع. ارتأت رئاسة النيابة العامة إعطاء توجيهاتها للسادة الوكلاء العامين والسادة الوكلاء الملك بإعطاء كل التدابير اللازمة لدراسة هذه الحالات بشكل سريع وفعال. وطبعا هناك آليات عمل تم توجيهها للجان الجهوية والمحلية وأيضا للخلايا المتواجدة داخل المملكة المغربية، ومنها تهيئ منصات إلكترونية ومواقع إلكترونية وأي بجانب الأرقام الهاتفية والفاكس الذين يكونون محل يعني تواصل لا لدى الجمعيات المهتمة بقضايا العنف ضد النساء ولا النساء بشكل مباشر. وطبعا هذا اللقاء العلمي كان مناسبة أيضا لعرض مبادرة نوعية من طرف اللجنة الجهوية بالدائرة السنافية بمراكش، وهي إنشاء إعلان عن إنشاء موقع إلكتروني يمكن من جمع القدرات وتضافر المجهودات لدى جميع جمعيات المجتمع المدني، ويمكن أيضا للنساء المعنفات بالولوج مباشرة إلكترونيا ورقميا للعدالة قصد طرح قضاياهم ومعالجتها معالجة سريعة وفعالة. وشكرا. هذه الندوة كانت مناسبة من أجل عرض تجربة ديال مقاطعة المنارة في مجال مناهضة العنف المبني على النوع، وهذه التجربة هي عبارة عن خلق ثلاث مراكز للاستماع في منشآت سوسيو اجتماعية التابعة للمقاطعة
واللي كتقوم بثلاثه ديال الادوار اللي هي استقبال استماع وتوجيه ومواكبه النساء والفتيات ضحايا العنف. الدائره ديال الاستفاده ما مقصوره شيء على مقاطعه المناره، ولكن حتى النساء كيعني كيستافدوا من خدمات ديال هاد مراكز النساء من خارج التراب ديال جماعه مراكش، وهذه تعد تجربه فريده وغير مسبوقه في المغرب. نتمنى انها تعمم والمؤسسات المنتخبات تحمل مسؤوليتها في هذا الباب هذا، وشكرا.